وسهلا بكم معنا. احنا فريق المساحة الخضراء، جروب اخصائيات تغذية، متكونين من اخصائيات تغذية مختصين بمجال التغذية العلاجية. اليوم عندنا فعالية في الراشد مول، وهي فعاليتنا الاولى تتكلم عن التغذية العلاجية وفين يدرس اخصائي التغذية وايش وظيفة اخصائي التغذية واختلاف اخصائي التغذية عن التخصصات الاخرى. تقدروا تفضلوا معنا هنا في الجهات المختلفة عشان نشرح لكم ايش بنقدم. القسم التوعوي، في القسم التوعوي عندنا تعريف عن أخصائي التغذية العلاجية وفين أماكن عمل أخصائي التغذية العلاجية وإيش يدرس أخصائي التغذية العلاجية والفرق بين أخصائي التغذية العلاجية والتخصصات الأخرى عشان صار فيه اشتباه. عندنا هنا مقدمين الطبق الصحي، تمام زي ما انت شايف هنا، وبعد الطبق الصحي حاطين فعالية لعبة للزوار. وعندنا هنا ستاند يشمل كل أسئلة التغذية عن الوزن وعن الغذاء بشكل عام. بعدين عندنا هنا خصومات الرعاة اللي دعمونا في الحملة، وستاند لتقييم وتحسين جودة العمل بشكل عام. هنا القسم العلاجي، القسم العلاجي في كل المستشفيات. مشارك معنا مركز القلب يتكلم عن دور أخصائي التغذية في التغذية الوريدية. بعدين عندنا هنا مستشفى الأمير سلطان، عندهم موضوعهم عن العناية المركزة ودور أخصائي التغذية العلاجية فيه. بعدين عندنا هنا مستشفى الملك فهد يتكلم عن المكملات الغذائية ودور أخصائي التغذية العلاجية فيه. يعطيكم العافية.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن الآن متواجدون في أحد المولات التجارية لتسليط الضوء على لتنفيذ مبادرة تطوع يصنع أثر، وهي إحدى المبادرات التي تقوم بها وحدة التطوع الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وذلك لنشر ثقافة العمل التطوعي الصحي.